شو هاللسان اللي بسبع شطلات؟ إن شاء الله بيسلم لي هالجمال. ما معقول ما معقول شو لابق لك الحبل. عن حقا؟ إيه. شو؟ حبة خانم وينك؟ ليكني ما عرفك، ما فيكي تستغني عني. حبيبة قلبي طمنيني شلون صغار. الحمد لله مناح، ببوسوا ايدك. إلك عندي خبر غير شكل. ايوه انتو اللي إلكن عندي خبر غير شكل. لا تقولي يا اي يلا تعي نقعوا. يلا شوفوا، بخصوص ابو شكور الحلاق. لا تقولي لي انه حكموا الباشا كمان 150 سنة. لا، طلع من السجن وفتح الدكان كمان. يو شو هالحكي هاد؟ بعد كل شي سواه مع الباشا طالعوا من الحبس. وليش مستغربة فريال؟ الباشا طيب وحنون وما في منه بالدنيا. وشو عرفك انت حكمات خانو؟ لك شو عرفني؟ الباشا مزوق وكريم وابن عالم وناس. شو القصة درتي؟ يوه، ليش ما بتعرفوا انه الباشا بذات نفسه طلب فتحية للزواج؟ شو؟ الباشا بده يتجوز بنتك فتحية؟ يوه، ليش كل هالقد مستغربين يا بعدي؟ شبكم؟ شبكي ام تحسين؟ لا تكوني ما بتعرفي اصلي وفصلي تقبريني. شفتوا العزب بالحارة؟ ايه نعم مختار، بالحارة. معناتها هرب من سجن القلعة. لك شلون قدر يهرب؟ لا مختار، لا ما بظنه هربان هريبة. شي لك التهمة اللي فات فيها على الحبس بتنيبه 5 سنين. ما بعرف، بس فات على الحارة هو مطمن على الآخر، يعني مو شكله شكل واحد هربان. لك شلون طريق؟ والله ما بعرف، بس لما سأله زكو قال له انه طلع نظامي. شي معقول الباشا يكون هو اللي طلعه من السجن؟ عينك على المظافر شوف. قبلان نختار. شيه شو هالحارة الفايتة بالحيط هاي؟ زارني المحبوب يا عيني في رياض الأنس روى المشروب وملال الكاس روى المشروب وملال الكاس قلت له يا زين يا عيني يا رشيق القاد يا كحيل العين يا ندي الخاد يا كحيل العين يا ندي الخاد. انت صار لازم تروح على الكتاب وتتعلم لنشوف حالنا فيك. كل شيء كنت بتمناه لنفسي وما حققته رح احقق لك اياه باذن الله. الله كريم اخي، ما دام انت طلعت من الحبس صارت مسؤوليه البيت علي وعليك مو على امي واخواتي، وخلي امي ترتاح بعد هالعمر. عم تحكي مدوزان لك حدو، عم تحكي مدوزان. واخواتي كمان لازم يتعلموا مصلحه تحميهم من غدر الزمن. اعلم بخيرك الكبر. لا يسعي عنك ولا عن أكبر منك، فما ولا ما يقبل. بسيطة، منتواجه عند رئيس الكراكون. شو بيهوي منك ومن رئيس الكراكون كمان؟ شو هذا بشكور عم تخبس في الفصة؟ لك من يومين طلعت من الحبس لما بصير خليج حبوس. خلي على نصك انت مختار، لا تدخل شي ما بيعنيك. شي لك نسيان لك عم تحكي مع المختار؟ ونسيان انت انه انا بشكور؟ لا حول ولا قوة الا بالله. شو القصة؟ قل له للافندي مو الباشا بذات نفسه اجى سكر له الدكان وشمع له اياها؟ بلا عم يقول غير هيك، كان سيران هو سكرها من حاله. ايه ما حدا بيطلع بده يسكر لي الدكان انا. حتى الباشا بذات نفسه، حتى الباشا بذات نفسه ما بيطلع بده يسكر لي الدكان. كلام يوصل شكو؟ كلام يوصل، وانا ما بخلك الكبه. حخوفني والله، شوفني شو عم رش. فتحوا علينا مثل اباوي. ما بيحكي هلا ناقصني انت الثاني، روح شوف شغلك. روح سمعان بيدلك لك عبدو. سمعان
هاد شكله قضيت رجله على الحبس وصار خريج حبوس كمان. روح لعنده لا تخبي عليه شيء ابنه، روح. أملان مختار، الله يرحمك يا أبو شكور ويبهدلك أكثر ما أنت ملاك. روح. مرحبا مختار. أهلين بفارس. شو أبو شكور؟ بلاقيه أبيان قصه. أخ مو بسوي نقصه، طولان جناح وصار بده قص. لك مو بده نقص، بده نتف كل ريشه. إي والله. امشي امشي يا أبو فارس، امشي معي. امشي. يا عميد اهلين وسهلين. بس ام تحسين خان اهلين فيكي اهلين فيكي. اما شو جايبت لك خبر بيطير العقل من بيت الشعويش؟ من بيت الشعويش خبر بيطير العقل؟ شو هالخبر؟ هاتي لشوف. فتحيه بنت لحكمة. شو بها درابه بنت ام درابه؟ الباشا بذات نفسه طلب ايد بنت الشاوش. اي الله يهني سعيد بسعيده. هلا هذا هو الخبر يلي بده يطير لي عقلي؟ فكرت والله جايبتي لي شي خبر اشحه عقلي براسي ما طار. بس كمان شيد انه الباشا يتجوز بنت من بنات الشاويش خبر مانو سعيد. ايه العمى على هالحظ يلي اجاها لهالمقصوفة الرقبة بنت حكمات. بيفلق الصخر. مو مثل حظها لبنتي المعترة يلي لهلأ ما كان يكمل جهازها. خير؟ فيكي شي خانو؟ اه؟ لا شو فيني يعني؟ ما فيني شي. وينك ام تحسين؟ بدي اسألك سؤال، اسمنك يعني كنتي ببيت الشاويش؟ اسألي تقبريني اسألي. هلأ أنتي لما رحتي لبيت الشاويش وين كنتي قاعدة؟ مثل العادة بأرض الديار. يعني ما فتي مثلاً لغرفة الاستقبال لغرفة حكمة؟ لا. بس ليش هالسؤال؟ رح أقلك ليش. إيه؟ لكن تحسين اللي عندك طلب مري. إذا نفذتي لي هالطلب رح أكرمك بقرشين حلوين، وانتي بتعرفيني أنا ما بقصر معي. طول عمرك ما بتقصري. خير ليلي شوفي. رح أقلك. إيه؟ بس بدي إياكي تفتحي مخك معي منيح. يوه ها مخي كله معك. عرفت مين رجع الحارة اليوم؟ مين؟ عزو. عزو ما غيره؟ لك إيه عزو الحرامي اللي مسكته نازل على بيتي وسارقلي الذهبات. وشلون طلع من حبس القلعة؟ على حد علمي قلت لي بالميتة راح فيها 5 سنين. هيك قالوا لي بالعدلية. لا يكون هربان من السجن. شو يعرفني الله أعلم. هالشي هاد ما بيأكد لنا يا إلا رئيس الكراكون بذات نفسه. مزبوط. يو بدك يعني دور غرفة غرفة؟ إيه حتى بالمطبخ والحمام نصح لك لا تقصري. كل هاد مشان شقفة مشربية. إيه أم تحسين شبكي بس بدي تشوفي لي إياها عند منه لما لقاه. طيب وإذا كانت عندهم؟ بتجي فوراً بتخبريني وبتاخدي إكراميتك. لا والله غريبة يعني كل هالقد المشربية مهمة. لك شو بنا أم تحسين هلكتيني. بدك تعرفي البيضة مين بعضها؟ خلصنا ساوي اللي عم قلك عليه وبس. صعبة؟ لا مو صعبة كتير منيح. بس ويني ما بدي حدا يضرب هالسيرة فهمتي؟ فهمت. هلا ابو شاكور حكى عني هالحكي هاد؟ ايه والله يا سيدي اكثر من هالحكي كمان. احكي كمان شو حكى؟ قول شو احكي ولا؟ يعني في شي بينحكى وشي ما بينحكى، بس الخلاصه انه مسح فيك المزابل وكنس فيك الارض وسخه وسخه. رجلك رجلك والله لا اقطع لك لسانك والله عترس. صار سيدي مو انا والله مو انا المختار هو ابعتني لك ابو شكور شو حكى يا سيدي. لا سيدي تضرب انت وياه سوا. هلا بالظاهر ابو شكور ما راح يتربى لحتى ياكل فلقه مرتبه بالحبس. والله 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 يا ابو شكور لخلي عظامك تصير مكاحل والله. وانا الباشا هو هيك عمل سيدي؟ عمرك سيدي هالمرة أنا شخصياً بدي اهتم بالموضوع وسكر له دكانته بإيدي.
بس سيدي مو ترد تفتح له اياها مره ثانيه لانه الشغله مو لعب اولاد صغار. خرست سيدي خرست. حاضر سيدي بامركم سيدي. الله معكم سيدي. العمى بقلبه العمى بتضرب منك له وبيضل مشلوش فيك انت وياه طول عمري. يا فهيم عريب فهيم بدك من شيء يا مو؟ لا يا مو. وين رايح؟ لعند الباشا. شو رايح تعمل عنده؟ بدي خليه ينهي لي موضوع البيت وشوف لي حلي مع المختار. اي برد عليك؟ بده يرد مو بكيفه. اكيد. لا يا مو لا. طيب يا مو بس ترجع رأسا خبرني. ايه يلا الله معك. شوفوا يا بنات، الغندرة والقص والتزيين فن وذوق يعني، بس تيجي الزبونة لازم نقص لها ونسرح لها شعرها على حسب تدويرة وجهها. يعني احنا يا مو بدنا نشتغل على ذوق الزبونة؟ لكن يا مو بس بنشوف يلي بيناسبها. يعني اذا بدنا نشتغل كل ما وحدة بتحب يناسبها كل زبونة لها عالو، هي شغلة صعبة مو سهلة. لكن يا مو لهيك بدها مسايرة وطولة بال، وهي المهنة صعبة، قد ما بنعطيها بتعطينا. مزبوط كلامك يا مو. لك دخيل هالوش انا، يسلم لي انا. يلا يا مو تعال. اهلين وسهلين فهيم افندي. اهلين وسهلين. لا اهلين ولا سهلين، سكر لها الدكان وصرف على الكراكون. شو هالحكي هالمرة بأمر مين؟ اليوز باشي؟ لا مو اليوز باشي هالمرة، الباشا الأمر منه بذات نفسه. ولي معناتها أخوي هالمرة اعدام. لا مو اعدام، على الخادو هالمرة. بستاهل بستاهل، لساني كتير طولان. لك قالولي لسانك حصانك، انصنته صانك وانخنته خانك، ليكو خاني ولح يخوزي. قلت لك 100 مرة اصطل لي هاللسان ما كنت تقصه، هاي النتيجة. أمني يا الله لك هلا اخذ هالعدة مبين الشغلة طويلة كثير، منه بتسبب وبطالع لي قرشين إلي وللعيال. يلا ضب لي هالعدة، حكيك مزبوط، يعني هم تحلق للزباين قصدي للمساجين وبتحلق لي بلوشي. وانا سيدي خلاص انت ضب لي العدة. فتحي بتروح لعند ام شكور وبتعطيها المفتاح بعد ما تسكر الدكان، فهمت؟ وبتقول لها انه راح على الكراكون. يلا خلصني خلصني. امشي قدامي لشوف. اوعى فتحي سكره منيح على الدكان. هون مكانه ست فريال، هون هون مكانه. وشلون وقع الزريان تحسين؟ ما بعرف، رحت على البيت عم بشلح عبايتي، بدي فك زر الفستان ما لقيته. اي يلا مو مشكلة، بتركبي بداله ام تحسين. لك شلون بدي ركب بداله؟ شلون بدي ركب بداله؟ هذا الفستان هدية من المرحومة امي. وينك يا فتحية؟ ايامه يلا شاري. بسرعة بسرعة فتحية. بسرعة يا بنات دوروا دوروا معي، ليش ما في هيك مثل الخيط؟ طيب شو شكله للزر خالتي؟ لك زر زر مثل كل الازرار، شو بك هون؟ دوروا. دوري دوري ام تحسين، لا حول ولا قوة الا بالله. فهمتي علي فتحية؟ فهمت يا عمو والله فهمت. يلا روحي شوفي شغلك. بأمرك أنا يا ست الكل. ايه ام تحسين لقيته بريدي، دوري دوري بالزوايا أكيد واقع له بشي زاوية هون ولا هون. ساعدوني ودوروا معي ساعدوني. لا يساعدك خالة ام تحسين الكل. شوفوا
تحسين خاله ام تحسين الزرمان هو يمكن بالغرفه الثانيه. بالله يلا ها ولي على قامتي، وين بده يختفي الزر يعني؟ بعدين أنا دورت عليه بكل السوق ما كنت لاقي مثله. دوري أم تحسين، دوري منيح، شوفي شوفي تحت التخت. دوري دوري أم تحسين، أحسن ما تزعل منك المرحومة وتغضب عليكي ها؟ لا، لا كل شيء لا تزعل المرحومة، يلا رح أدور. لك أم تحسين، أحسن شيء دوري تحت التخت. إيه إيه دوري يلا نحن بنساعدك، نحن بنساعدك. يلا فوتي. وينه هلا؟ واقف على باب السقف وقال بده اياك ضروري. آمنت بالله على نهار؟ لك شلون طلع عزب من الحبس شلون؟ شو بيعرفني؟ شو قول له قلعه؟ لك لا شو تقلعه؟ خليه يفوت ويلحني على اوضه الضيوف وانت فوت معه كمان. بدي اعرف شلون طلع من الحبس. شو خايف منه؟ راسه لك؟ انا ما بخاف من حدا ولا فتح عينك قد السمسمه. ايوه باشا شلون المختار بيحجز على البيت شلون؟ المختار قدر يجيب ورقة من العدلية يحجز فيها على البيت بعد ما ثبتت عليك تهمة سرقة ذهباته بس ترجعون ساعتها بفك الحجز عن البيت فهمت؟ بس أنا ما سرقت يا باشا وأنت أكثر واحد بيعرف أنا ليش نزلت ومين اللي قال لي ينزل؟ عطريس مور باشا كف بغياب شوي تركنا لحالنا بأمرك حاضر لك يا بهيم أنا قلت لك تنزل لبيته وتسرق الأوراق من صندوقه مو تسرق ذهباته باشا صدقني أنا ما سرقت شيء
اصلا لاني ما لحقت. لك شلون هيك صار؟ شلون هيك صار؟ راح احكي لك شو صار. حملت حالي وفت على بيت المختار وبوشي على اوضته. قلت له بكون مخبيهم بالمضافي ما برد علي. نعمة نروح نشوف غرفة ثانية. عزو مختار؟ لا خيالو. أهلين مختار. يا ميت أهلين وسهلين. والله قاعد ببيتها. شو جاي تسوي عندي بالبيت؟ ها جاي تسرقني؟ لا يا مختار لا، معقول أنا أسرقك؟ لا لك، أنا جاي تعمل سيران مختار. امشي دامع الكركون. أول ما امشي دامع الكركون. تحرك بس خلينا تحرك. عم أقول لك تحرك. امشي لشو؟ امشي. وهذا اللي صار يا باشا. تقول المختار كان دريان تفوت لعنده على البيت؟ غريبة، مع انه ما حدا بيعرف الموضوع غيرنا. ما بعرف هذا اللي صار. المهم اللي هلا، انت شلون قدرت تهرب من سجن القلعة؟ انا ما هربت باشا، انا طلعت مع كل المساجين اللي طلعوا بعفو جنابه. بس بصراحة انا زعلان، يعني معقولة هيك تخليت عني وانا طول عمري بخدامتك؟ لا انا ما تخليت عنك. اصلا لولاي ما كنت طلعت انت من الحبس. ليش بقى؟ فكرك يا فهمان، مين اللي اقنع جناب الوالي طلع فرمان العفو؟ مين؟ اصدق انه جنابكم انتوا اللي اي نعم، طلعت كل المحابيس وكرمالك كسرت نفسي للوالي، والشغله كلفتني كثير. اي والله، والله ما كنت بعرف كثر خيرك. المهم باشا، قصة البيت هي شلون نخلص منها؟ هلا المهم بتروح لعند المختار وبتتفق انت وياه. على ايش ما نتفق؟ هلا انت المهم روح لعنده واحكي معه، شو بصير معك خبرني. امرك سيدنا، منروح وبنحكي معه، امركم. تفضلي انت حسين. ايوه هي علبة زرار بحالها. لا يا اللي بيعجبك، يلا لشوف. اي ما في ولا زر بيشبه الزر تبعي. وليه انت حسين؟ ايه 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 بتضحكي علينا وليه؟ قومي وليه؟ يلا قومي دلعيلي. يلا قومي دلعيلي يلا. تفضلي انت قوم طلعت. قومي يلا. انت عم يا خالو. يلا شو في يا نسوان؟ صوت لن واصل لسول على وعه. شو في؟ هاي الدايق ام تحسين تهمي خالتي ابتكار بسرقة الزر تبع فستانة. ايه وانا بدي روح اشتكي عليكم على الكركون. فهمتوا؟ بشتكي عليكم كلياتكم. حقها خلاص ما حريم. حقها ست ام تحسين، حقك تروح تشتكي على الكركون. شح الكركون هو. بس وينه؟ نعم انا رح اقدم فيكي معروض كاذب. بلا انك انت عم تفتري على الحريم. ساعتها راح يحكموك يا اعدام يا اما عيمك فلا. وساعتها والله لا اهري بدنك خير، والله لا استخيك سلخ، لا ايمي يا انت. فهماني؟ فركت عن التحصين. قلت لها بدي اقدم فيكي معروض كاذب. والله ما قصرت فيها يا ابي. تستاهل يا ابي، انا فايت غير اوعي. شو هالحكي يا ابو شركور؟ شو وين مفكر حالك جاي انت؟ ها؟ على الكركون سيدي، على الكركون. جايب عدة الحلاقة وجاي تفتح لي دكانة حلاقة بالكراكون؟ يا سيدي الله يخلي لي اياه. أنا زلمة معيال وعندي مرة وأولاد وابني شكور بالسجن وما له معين غير الله وأنا، يعني إذا ما اشتغلت والله بيموتوا من الجوع. طيب يا أبو شكور، طالما بتعرف حالتك هيك ليش تنزع علاقتك مع الباشا؟
سيدي هذا اللي صار سيدي. كراسة بيوع تحت ايدي حلا واشد ان الك من اجرته كوميسيون. يعني قديش رح تعطيني سيدي؟ انت النص وانا النص. منيحة الله حيه ابو شكور، نيالي اللي نفع واستنفع. بري عليك وانا الك علي ما خليك تنقطع من مساجين بنوب، كل يوم جيب لك دفعه جديده. لك يا عيني عليك يا نشأة افندي، وحلاقتك من الان فصاعدا ببلاش. منيح اصيل اصيل يا ابو شكور. خلص اتفقنا سيدي. وبالنسبه لفهيم والشاويش شو بدنا نعمل؟ هدول لا تكل امرهم بنوب عندي. المهم هلا لازم تنزل فورا وتباشر بالعمل، يعني دوب تخلص باخر النهار. يا فهيم فهيم احتمال سيدي. اسمعني منيح يا فهيم. نعم سيدي. بتنزل ابو شكور على الزنزانه اللي تحت هلا. نعم سيدي. وتفهم كل المساجين انه لازم يحلقوا شعرهم ودقنهم غصبا عنهم اجباري هذا الامر. حاضر سيدي. بلاش سيدي ما هيك. لك شو بلاش؟ في بلاش غير العبا والطراش. فهيم. نعم سيدي. مو بلاش ابدا. الحلاقة إجبارية وكل راس لازم يدفع الدبل كمان. وهذا الأمر مني شخصيا. طيب سيدي وإيش كان سألوني شو السبب يعني؟ يا أخي إذا سألوك قل لهم حرصا منا على سلامة المساجين وعدم انتقال الأمراض السارية مثل الجنب والقمل. دخيلك سيدي بلا جنب بلا أمل. أنا رح لف سيدي. خذوا انزل. هلا وعم. يلا شكور شرف قدامي. معلم أبو شكور تضرب أنت والمعلمية اندفس الإبر قدامي. خود احمل لي هدول لك. لك شو بتشتغل عندك؟ أنا بشتغل عندك. لك ما بدك تحلق بلاش؟ إذا بلاش بسم الله. يلا خذ. يلا خلصت. عم شو المجانين هدول؟ شرف. يا أبو شكور شو عم تقول؟ 50 ذهبة؟ لك إيه؟ وفيهم وحدة إنجليزية وعثمانية وفي أوراق مهمين كمان. شو هالأوراق هاي؟ أوراق مهمين لناس بتثبت ملكيتهم لأراضي وبيوت ومكانات. هذا حق الناس أبو فارس، حق الناس. والله مصيبة هاي. لك مو مصيبة، لك كمان في خنجر لجدي رحمة الله عليه وخنجر لوالدي كمان. طيب ما عرفت مين نزل لعندك وسرق؟ لك شو بدي اعرف؟ مشان هيك رحت قدمت شكوى لتربون، قلت له نشأة افندي يلي بيجيب لي المشربيه في له ذهب يا حالك. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الله لا يعطيني عافيه. المشربيه فيها 50 ذهبة، بعتها بشويه براغيث. لا عم شو اني اجدب. شلون ما خطر ببالي شو بشو فيها؟ مظبوط، المشربية كانت تقيلة. أنا لازم رجع من الشاويش. والحلاقة إجباري وغصب عنا كمان؟ الحلاقة إجباري وغصب عنكم كمان. ويا ويلو يا ويلو يا ظلام ليلو اللي ما بده يحلق. وليش بقى تاج راسي؟ ليش بقى؟ لأنه في تفتيش من الحكم دارية، واللي بيلاقوا سعره طويل بده يمددوا له حكمه من سنة لعشر سنين. لعشر سنين؟ أوف، عشر سنين؟ عشر سنين ولا؟ لعشر سنين. عجبك ولا ما عجبك؟ طيب واللي بيحلق دقنه؟ لا اللي بيحلق دقنه لا بيطلع بربع المدة إلا إذا كان في براسه عمل. ولي أنا راسي مليان أمل. الله لا يوفق. رح تعدم رح تعدم. وانت الثاني وانت الثاني. أبو شكور الله يخليك أحلق لي أنا بالأول. لا أبو شكور أنا بالأول. قال لك موال سبعاوي. بسمعكم. والله اللي بسمع صوته بدي ارفعه فلا خلي صوته توصل لاخر الحاره. بالذات ما بتسمع صوت ابو شكور. شوف شغلك بعدين. انا اول شيء ليكن بمعلومكم كسكر كي انكر كو، يعني الاجره هم مضاعفه. وليش بقى مضاعفه؟ شو هالحكي اللي عم تحكي؟ شو رأيك مسكر دكانتي وجاي بذات نفسي لعنكم لهون على السجن وتكون الإجرة نفسها؟ يصطفلوا يا بي يصطفلوا، لا تلعي قلبك توجع راسك، عمرين قلبهم ما يطلعوا من الحبس أو يحلقوا. لا لا خلاص اللي بدك يا أبو شكور بيصير. يلا سلوت لشوف أمرك أبو شكور.
حرك حرك عمر. إيه الله لا يعطيك عافية. يلا خليك قاعد خليك قاعد خليك. على كيفك شكور. ولا يهمك. خليك. يلا قدم لقدام شوي. أيوة. برافو. ها. يلا. بسم الله. ها. بدنا شيء ده. يلا. ها. مشاعرك عصير. غني لك موال سبعاوي. تغني لي موال سبعاوي؟ طيب اذا غنيت لي موال سبعاوي بقى وعجبني بقى فيك من الاحلاقة. يلا. امان 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 وابو شكور يا عيوني. الله يا سلام يا زين يا زين كنت فرحان ومالي عالشنده خبر. يا عيني جتني مصيبه مالي بعلمها خبر. يا يا با كان يا مكان يا طيب في قديم الزمان كان في مرا وتلت صبيان. اه يا عيني عليك يا ابو شكور. كان يا مكان قول معي امروا علي بس جنوا قالوا شوفي عندك خبر. الحنونه شاحت ولاحت من بكاها ظلم. العدو يقضي ليالي فرح واني بقضي ليالي ظلم. قلت يا ناس والله مسجون ظلم. قالوا قضي ايامك يا فتى لو ما لك خبر. أكيد دورتي منيح لك أم تحسين؟ لا تذكريني؟ إيه دورت، دورت بكل الغرف حتى الحمام وغرفة المونة والمطبخ. ما خليت غرفة إلا ما دورت فيها. ما كنت لاقي هالمشربية، ما كنت لاقيها. كانت باطلة ومحولة ساعة اللي رحت فيها لعنده. يا لطيف يا لطيف انت فتحية شقوية وشرنتي. يعني لمين بتطلع؟ لمين بتطلع غير لأم شرنة وشعدومية؟ إيه مزبوط. طيب دورتي بالخزن تحت التخوت؟ لا تذكريني بالتخت. الله لا يوفى على حكمة خانه. كنت رح روح فيها. تخيلي انا عم دور تحت الفرشة ما شفتها غير قعدت فوق منها. كنت رح روح فيها وصرت بلعت بلعتها. يا ربي دخيلك اذا صحي. معناتها المشربية ما نبيت الشاويش لك ام تحسين؟ لا ما في شي من هالشي يا خانه. يو لك لكن وين راحت هالمشربية يا ربي؟ ودكيتوا بالحبس لهذا الواطي ابو شكور؟ ايه نعم سيدي. وبدي اياك تتوصل لي فيه منيحه. معلوم سيدي رح اتوصى فيه وشبعوا فلقات. ايه وبدي تنسيه حليب امه. مفهوم سيدي مفهوم. انا مو بس رح اخليه ينسى حليب امه، انا بدي خليه ينسى اسمه. اطمن سيدي اطمن. عفارم عليك يا نجد عفارم عليك، هذا هو المطلوب. بخدمتك طبعا. بدي اياه يفيق على فلقه، بيتغدى على فلقه، ويتعشى على فلقه. نحن بأمرك سيدي. لحتى يعرف هذا الواطي شلون يتطاول على اسياده. بأمرك سيدي. احترام. لكان يا باشا نحن بدنا خدمه تحرز عيونك. يلا خلاص قوم. الله يسلمك. فرح بعباك. هي عفيناك من الحلاقه بس فلينا لك املاك. ناولني يا شو املاك ابو شكو. تحرك شريف. شو هاد قليل هدول؟ إيه بس هيك كنت اعطيك اجره الحلاقه بالدكان. لك شو اطرش انت؟ شو لعينا هلا؟ ما انك كشكنكي اركنكو يعني الاجره هون مضاعفه. خلص عم ها تفضل منيح هيك. يلا انصراف. الله معكم. يلا ضب العده. عم ضب يا بي. ضب. حاضر. يخرب بيتهم شو بيلعوا القلب. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلين وسهلين. السلام عليكم. اهلين وسهلين. اهلين وسهلين. شو شلون حدوا معك؟ ماشي حاله تمام جدع. اهلين اخي. بدي اياك بيض لي وشي ها تسمع كلمه معلمك. عود عزو عود هات لك كرسي وعود. الله يعلي مقدارك كمان يا ابو فارس. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك عزو. بس ما تكون هربان من القلعة. ليش في حدا بيقدر يهرب من القلعة؟ الحمد لله طلعنا بالعفو.
كثير منيح. آه اسأل الله أيام زمان وسهرات زمان يا عزو. ترجع معلم، وقت بتأمر بترجع. صحيح ما قلت لي شفت المختار شو؟ لا لسه ما شفته، بس إلا ما أشوفه بدي أتفاهم معه مشان يفك الحجز عن البيت. ما بظن يقبل إذا ما رجعت له ذهباته. بس أنا ما سرقت له شيء. سيدي تفاهم أنت وياه ولاقي لك طريقة ورد له شوي من ذهباته، وأنا بقنع لك يا إنه يفك الحجز. ماشي معلم، أنا رح شوفه وأتفاهم معه. بيكون أحسن. عين الأعين. لك يسلموا الإيدين يا حدو. الله يسلمك معلم. بطل بطل. عليه صوت بياخذ العين. شو معلم؟ جاهز اليوم؟ لك لا عيوني، أنا اللي جاهز، شو وراي؟ والله يا ابن عمي، أنت حسين أكدت لي إنه ما لقيت المشربية ببيت الشاوي. أكيد بتكون دورت عليها منيح ما؟ إيه أكيد، قالت لي إنه دورت عليها من كل الغرف وما لقتها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لك مين بده يكون سهران؟ طيب يا أبي، أنت هلأ شو بدك تساوي بهي القصة؟ شو طالب إيدي ساوي؟ بدي انشر خبر بالحاره يلي بيلاقي المشربيه له مني ذهبه بحالها. اف ذهبه بحالها يا لك بعطيه خمس ذهبات كمان. طيب ابن عمي، يعني بلكي يلي سرق المشربيه سرق منا الذهبات. لك عمرهم ان شاء الله الذهبات، بدي الاوراق انا، واللي سرقهم رح يعرف انه ما رح يستفيد منه شيء، وان شاء الله يرجع لي اياه. ان شاء الله حكيت مزبوط يا ابن عمي، الله يستر ما يعملنا فضيحه. والله منصير مضرب مثل بالحارة، يا ربي دخيلك إذا صحيح. لا أخ، أخ أنا ما أعرفه أخ، والله لفرجي جوا الظهر وخليه يعطس الذهبات عطس. الله لا يوفقه. يا عمون، إمتى بدك تروحي عند حريم الشاويش لحتى تحكي معهم بموضوع الشغل مشاني مشان أختي صباح؟ والله ما بعرف، كل ما بهم عن روحة تتربط إيدي وما بروح. مشان قصة أخي عزو ما هيك يا عمون؟ ايه والله معك حق، الشي اللي عمله والله بيسود الوش. طيب يا مو، شو رأيك تبعتي ورد ضايق ام تحسين وهيك انت بتحكي لها القصة؟ لا انت بتنحرجي ومنروح انا وصباح لعند الخانم ونحن مطمنين. ايه يا مو، منه ما بتنحرجي ومنه ما بننطر على الفاضي. ايه والله، شلون ما اجت لبالي هالفكرة؟ هلا ببعت ورد ام تحسين وبحكي لها. ايه شو عليه؟ شو عليه يا مو؟ خلصتي اختي ولا لسه؟ يلا اسمعي ولا فريال، المشربية بتضل بغرفتي، يعني بتضل بغرفتي. لا ما حذرتي حكمة خانم، المشربية من ريحة المرحوم عمي ولازم تضل بغرفتي. لا يا فصعونة طالع لك صوت والله، لا ستي بغرفتي. لك خلص طبعا منك إلا تضربوا عاملين لي مثل الدجاجة والدي وكلها مشان مشربية. ابن عمي هاي المشربية مو أنت جبت لي إياها نقوط؟ مبلا. ماشي ابن عمي، معناتها بدك تجيب لي وحدة مثل منها. ومن وين بتجيب لك واحدة مثل منها؟ والله ما بعرف، ما حدا أحسن من حدا. يا أما بتضل ليلة عندك وليلة عندي. إيه ما فشرت عينك. لا خلص بقى يا عمو، أنا لا بغرفتك ولا بغرفتك، بدي حطها بدي 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 حطها بالليوان. إيه تقبرني إذا هيك أنا موافقة، وأنا تقبرني موافقة. تقبروا بعضكم أنتوا الجوز، حلوا عني. هلأ من كل عقلهم عم يتخانقوا على شقفة مشربية. بتعرفي إذا بشوفها بالطريق لهي المشربية لأشوفها هيك برجلي ما بعرف على شو. لك حبي، هاي المشربية أثرية، يعني تبع جد ولا جدك؟ تراث. أيوة قلتي لي تراث. Thank you.
ضايع بين كيف وليش وحدي تزعل من وحدي ترضى بكلمة معليش خربوا عمري وسنيني حريم هالشاوي قصص وعلقانة بهالدني نبكي سنة منضحك سنة واللي بقلبه بيعتني معذور ما بينا كل مين همه على قده هيدا بده هيدا ما بده هيدا مصلحته وعنده بالصحوة والأحلام محتار كيف بعيد بيضل هالياسمين ما بينا هيدا ملبك ومهموم وهيدا عاشق ومغروب هيدا كل يوم بيوم بيألف كلام قصص وعلقان بهالدن نبكي سنة منضحك سنة واللي بقلبه بيعتني معذور ما بينا من عيش عغدر ووفا مع نور ضوى وانطفى ما حدا من همه اكتفى والخير لقدام محتار كيف بعيد